السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض، خلينا نقفل ونفتح تاني. طيب اللي احنا عايزين نعمله ايه بقى؟ اللي عايزين نعمله باختصار ان احنا نحاكي كأننا عملنا لوجين. ماشي. طيب هو احنا ايه اللي بيقول لنا ان هو لوجين؟ لو جينا في الصفحة اللي احنا عاملينها اللي هي بتاعة المين ويدجت، احنا بنقول له هل انت لوجن او لا، فبالتالي بيظهر لنا على اساسه ايه. شوف احنا مظبطين الموضوع ببساطة، يعني القيمة دي لو اتغيرت كل المحتوى اللي هنا ده هيتغير، صح؟ يبقى ببساطة جدا ان انا قبل ما بوصي البتاعة دي اديها قيمة اللي هي ترو او فولس بس. طيب نعملها ازاي بقى؟ اول حاجة احنا هنحتاج القيمة دي تيجي لنا من الويدجت، ماشي؟ فانا هنا المفروض هروح اباصي الحاجة دي، فالمفروض ديت كده نعملها كده، وهقول له يا سيدي ان دي هيجي لك كونستراكتور، ماشي؟ واعمل له كده، تمام كده خلاص القيمة دي هتيجي من هنا. طبعا كله بقى هيعترض لان احنا لازم نديها هل هي ترو او فولس. فنفتح كده ونصلح الحاجات دي في كام ملف احنا عايزين. اول حاجه انا هنا لما اجي استدعيها، هو ده ايه؟ ده المنيو ويدجت از لوجن. انا المفروض هبصها له منين؟ لا استنى ثواني، عشان انا احنا امال احنا عملناها فين؟ لا، سوري، مش هنا اصلا. المفروض يبقى عندنا، بس خلينا ناخدهم كنترول اكس، المفروض يبقى هنا، ماشي؟ وده كده ماشي. زيست بوليان ويد اسمها منيو كنترول سي كده، ماشي؟ هو كده تمام. هو كده احنا المفروض نحطه في الكونستراكتور، فقبل ما استخدم المنيو ويدجت دي هيقول لي اديني. فالمفروض بقى يطلع لي ده كام خطأ هنا كده مثلا. هنا انا المفروض اباصي ايه بقى؟ هنا المفروض بقى اللي هو بيروح للستارتر سكرين. هنا برضه هنعمل نفس الموضوع، هنعمل نفس الموضوع اللي هو ايه، اللي هو ده، هو بس طبعا هنا مختلف شويه. ستارتر بيج هنعمله كده، بس طبعا المفروض يبقى الكونستراكتور بتاع دي. فانا هنا هقول له يا سيدي انت هتاخد ايه؟ هتاخد الاس سوري هتاخد الويدجت، او هو اسمه ايه، is log، انت هتاخده من هنا. اي حاجه بقى نستدعي دي لازم تفاصيل. طيب نروح هنا واحده واحده، هو زي ما احنا عاملين هنلاقي في ايرور طالع لنا هنا is log. دي طبعا هي مش جايه من هنا، لازم تبقى جايه من widget widget dot، لان هي جايه من widget زي ما احنا اتعلمنا. هي نفس عمليه ايه، ان احنا بنعمل الداتا، ماشي؟ نروح للمين. طبعا المين هنا هو مست، ايوه بالظبط كده. احنا لو رايحين للروت في اول مره عادي، ده انا هقول له فولس، ماشي؟ لاول مره. بعد كده لما اروح اعمل ريجستر، لما اروح للريجستر تقريبا دي فولس صح، بس لما اروح لهنا لللوجن ترو، ماشي؟ دي ايه بقى، استنى ده ايه ريجستر ده، مش عايز حاجة. مش عايز حاجة، ماشي. نرفرش بقى كده ونشوف. طبعا احنا لا هنقفل ونشغل عشان خاطر احنا لعبنا في ستيتس كتيرة، ماشي؟ بيرندر طبعا. انا مش عايز اللي حصل لخبطكم، بس انت في واحدة واحدة كده. احنا من الاخر يعني بصينا قيمة هتتغير. طبعا دلوقتي اما بفتح القيمة ده فولس، فظاهر لي ده، ماشي؟ لو ضغطت على اللوجن، طبعا لسه ما عملتش اللوجن دي. لو انا عملت تقريبا اللوجن اللي هنا، لو رحت هنا ده جاب لي كده. لو عملت ريجستر، ماشي اهو، رحت للوجن جاب لي دي اهو، راح لي هنا وبصق قيمه. هي دي الفكره اللي عايزين نعملها. خلينا بقى بالمره نعمل ايه؟ هات لي كده احنا عايزين نرجع بقى، نرجع على الهوم خالص، دي هي اول واحده دي كده. هيبقى عايزين بقى نشغل اللوجن دي بنفس التشغيله دي. فانا هبصيله سلاش لوجن عادي، يعني هروح للزرار اللي هو في اللوجن بيج. هي فين لوجن بيج؟ لوجن لوجن سكرين، الزرار اللي هو هتلاقي اهو اللوجن الفانكشن بتاعته. المفروض اديله نفس اللي انا اديت. نروح للريجستر، هناخد نفس دي اهي، دي كده كنترول سي، ونروح هنا دي التربيطات، ماشي؟ فين اللوجن؟ هي راحت فين اهي؟ اقول له كده اهو، هو كده عنديش مشكله. ده يعمل لوجن وده
ممكن برضه احطها في اللوجن بتاعت فيسبوك عادي يعني، ما هي هي فين اللوجن فيسبوك، لوجن فيسبوك. احنا دلوقتي بنحاكي كل اللي بيحصل، وضع الاي بي اي بقى وضع تاني. ماشي، في اللوجن فيسبوك فورجيت باسورد، فيسبوك ريجستر دونت هاف اكونت. هي قبل ايه؟ قبل الفورجيت، هي دي هي دي. ماشي، وبعد كده عندنا فورجيت مفيش. لو رحنا هنا للساين ريجستر، ريجستر بريجستر وريجستر برضو المفروض توديك لنفس الموضوع، لان خلاص انا عملت ريجستر. او لو رحت هنا المفروض بيرجعني، بيرجعني هنا بس بيغير القيمة، بيرجعني هنا بس بيغير القيمة. ماشي، فانا هروح بقى على، انا اللي ناقصني، خلينا نشيل ده. اللي ناقص لي يا سيدي ان انا اللوجن طبعا ده المفروض هيشتغل. انا اللي ناقص لي طبعا، ما هو مفيش ريبليسمنت، عشان احنا عاملين ريبليسمنت خلاص انا لوجن، ما ينفعش ارجع اسجل تاني، لازم اعمل لوج اوت زي ما احنا ماشي هنظبطها دلوقتي. هنشغل برضو لوج اوت تصدق بالمره دلوقتي عشان نريح دماغنا. ساين اب، نروح هنا اللي فاضل لنا زرار الريجستر ده، صح؟ زرار الريجستر ده اشتغل تمام، يبقى احنا ناقص لنا زرار الريجستر، هيبقى هو. فهنروح للريجستر سكرين، زرار الريجستر اهو، الفانكشن بتاعته اهي، كنترول في، تمام. حلو كده، احنا دلوقتي المفروض مثلا اللوج اوت ده بقى، اللوج اوت ده المفروض ما يعملش حاجة، المفروض هيبقى اليرت. خلينا نعمله اليرت ويضغط عليه يرجعنا يروح للستارتر. نعمل له لوجن، استنى نروح للميل، نعمل واحد زي دي كده كنترول دي، بس ده هتبقى فولس طبعا عشان هيبقى من الاول. ماشي، وده هتبقى لوج اوت. ماشي وخلاص كده. بس انا المفروض بس عشان هغير. ماشي طيب، دلوقتي انا المفروض على اما اضغط هنا دي انا عايز اعمل لها اليرت، فهعمل اليرت. هات لي فين الاليرت اللي انا عامله اهو، هعمل واحده زي دي كده كنترول سي كنترول في، بس هتبقى كده اللي هي فورجيت، لا مش فورجيت باسورد بقى، هتبقى اللي هي سي دي لوج اوت، لوج اوت، لا هتبقى ايه، لوج اوت تمام. ده هتاخد نفس كل حاجه، بس انا ما عنديش اصلا الشيلدرن، او لا هيبقى تيكست بس هنا تيكست اللي هي ار يو، ار يو شور، ار يو شور تو لوج اوت. ماشي، وانا هقول له كانسل، وهنا ايه اكزيت مثلا. ماشي، ومفروض لما اضغط على الاكزيت ده مش هيعمل كده بقى، لا ده هيعمل كده. نسيت ال، هيعمل المفروض كنترول زد، لا المفروض هيعمل نافيجيتور، نافيجيتور دوت بوش ريبليسمنت ويز نيم والكونتكست، وهقول له المفروض هنا عندك اللي هو اللوج اوت، المفروض كده يظبط تمام. ماشي، انا كده عملت الفانكشن، بس لسه اللوج اوت هنا بترجع دي. فانا هروح بقى على الايه، على المنيو. المنيو فين، فين المنيو اهي، المنيو. هروح بقى على موضوع اللوج اوت الاخير ده، هو بيرجع لي كونتينر في كده. ماشي، انا هقول له رجع لي كونتينر، بس ايه يا سيدي بقى، بس التشايلد بتاعه ونشيل الكلر ده برضه مش عايزينه. كونتينر التشايلد بتاعه هيبقى اللي هي الاليرت، اليرت اليرت ويدجتس دوت اللوج اوت، وادي له كونتكست والويدث والهايت كله مظبوط، كنترول اس. ماشي، انا لو رحت للوج اوت ما ظهرليش ليه، واحدة عشان هو استهلك كنترول هايت مثلا 500، الويتس 500، او
عملت الاوت. طيب احنا دلوقتي هو بيرجع نوقف على الاذان يخلص ونرجع نكمل نكمل مع بعض. بصوا بقى طبعا ايه احنا لو عملنا كده المشكلة تكمن. بصوا على فكرة هو عمل لوج اوت وبالأمارة ان هو جاب لنا ايه اللي دي. المهم كده المشكلة بقى ان هو دلوقتي انت هنا جوه تابس، فهو عايز يعني ويدجت الكونتكست بتاعها يعني زي ما انتم شايفين فاضي. فاحنا ليه اصلا نرجع كونتكست؟ احنا هنرجع، خلونا يعني اقصد يعني ليه نرجع الالرت هنا؟ احنا المفروض هنا يعني هي مش الارت، هي هيطلع هنا. خلونا نروح هنا لدي والالرت ديت مثلا يعني هنخليها. لو قلنا له استنى دقيقة واحدة، لو قلت مثلا هو ده كده استنى، لو سبقتها بريتير انا بجرب حاجة بس دقيقة واحدة. ده المفروض دي صح، المفروض اقول له ويدجت لان هو بيقول لك لازم يرجع ويدجت ما ينفعش ستاتيك صح. دي يترجع تيرن دي ويدجت. ايه المشكلة دوت شو؟ ماشي لوجن. ماشي نرجع كده. ماشي لو قلت له لو انا خدت دي كده قلت له الاكس وقلت له كونتينر يعني رجع لي كونتينر كونتينر وجوه الكونتينر ده انا عايز بس اقول له ان الهايت بتاعه مثلا 300 في ويتس 500 مثلا والكالر ريد. بعد بس اجرب حاجة رول اس. ماشي لو رحت اللوج اوت جابها لي رجعها لي. ماشي طيب انا لو رحت بقى وقلت ماشي، لو انا شلت دي كده وقلت ان التشايلد بتاعها هي ايه الالرت دي. ماشي خلينا نشوف كده هو ده معترض ليه بقى. بيقول لك دي فيوتشر ممكن عشان اي سينك. لا مش هنا. ماشي المفروض هو بيقول لك بترجع فيوتشر ونشيل دي، ما اعتقدش ان هو هي مشكلته في كده. ما ينفعش ان هو بارامتر تويجت. ماشي خلوني اعملها ارجع زي ما كانت. ماشي هنا التشايلد بتاعها انا هعمل انا كارد وهنزل فيها تشايلد هيبقى كولوم، والكولوم ده هحط فيه التكست اللي هو اللي احنا كنا حاطينه من شوية تكست يو. طبعا ليها حل ممكن هنظبطه بعدين بس عشان ايه ننهي الريشور تو لوج اوت. ماشي كده في ايه غلط هنا؟ ريتيرن كونتينر اهو الكارد اهيت كولوم تشيلدرن نسينا تشيلدرن. ماشي فالمفروض كده لما نعمل كده هي فوق اهي لوج اوت. ماشي وانا مثلا الكارد دي لازم اعمل لها بادنج عشان نظبطها. ماشي هياخد طبعا من ده. انا عايز اقول له ان الكولوم ده سنتر لا مين اكسس الاين. مين اكسس الاين سنتر
ماشي تمام. وطبعا هنا سي ستايل تكست ستايل الفون سايز 20 ماشي. المفروض هنا نحط الزرارين ماشي، الزرارين. فاحنا عندنا اصلا زرارين اللي هم معمولين فين؟ معمولين في اي ويدجت اصلا، يعني ممكن لو واقف فوق كده هات البوتونز اللي معمولة. طبعا احنا المفروض دول كده ما ينفعش اخدهم، صح؟ نجرب شوفهم ينفع نستخدمهم نبص كده عليهم. اه نافعينهم، كنسل وابديت. انا هنا ممكن اعدل مثلا ده، طبعا ده عشان كله المفروض يتحط، احطهم في رو ولا؟ طب والله شكلهم حلو كده، خلينا نسيبهم كده. فين راب تو ويدج؟ لا انا عايز اديله بادنج ماشي. وعايز ده هيبقى ايه الاولاني؟ هيبقى لوج اوت، وده كنسل. ماشي، المفروض لما اضغط على اللوج اوت ده هو وداني فين بقى؟ هنا اللوج اوت ده وداني بوب. لا مش عايز بوب، انا عايزه هيروح زي اخوه اللي هو، وريني كده. لا مش ده، حتى في النافيجيتور اللي كنت فاتحه من شويه. نافيجيتور وريني، مش عايز بوب اصلا. ماشي ماشي، هات لي اللوجن في النافيجيتور. عايز اي نافيجيتور؟ احنا لسه عاملين ان هو بيروح للنيمد اللي هي اهي وهيعمل لوجن. لا ده احنا المفروض هيروح كده، المفروض يروح. طيب خلينا نحطه الاول وبعد كده نشوف هو فين. ده كانسل قلت له تحت على فكرة. ماشي، هروح على اللوج اوت كده، هيقول لي لوج اوت، اقول لوج اوت جابني هنا. هو كده هيعمل لوج ان؟ لا انا عايز اقول له بقى ايه اللي هو لوج اوت، صح؟ انا مديله اصلا لوج اوت، صح؟ انا عامل له اصلا روتس باسمه اهي، المين هي اسمها لوج اوت، وبتروح بتبقى الستارتد بيج فبتبدأ من الصفر. ماشي، مراستر اقفل افتح اللوجيك بقى كده، لوجيك بتجرب وبتشوف الانسب. فانت عشان كده لازم التصور بتاع التطبيق بتاعك يبقى كامل، وتاخد على فكره ممكن تقعد اسبوع كده وانت شغال ما بتكتبش كود، تقعد ترسم بس انت هتشتغل ازاي. يعني احنا عشان عارفين احنا هنعمل ايه برضه كنا عاملين الايز لوجينج وهكذا. دلوقتي لو قلت له لوج اوت خلاص كده بنهدر اللوجن بيج اللي هي الايه البيج الاساسيه. ماشي، فطبعا انا تقريبا ممكن اشيل نوتيفيكيشن دي ونعمل هنا اليرت يظهر نوتيفيكيشن السيف دي اتعملت. هنعمل دي، هدي اللي فاضله تقريبا هم دول، بعد كده ندخل ان شاء الله على الاي. انتظروني المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.